السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مشاهدينا على قناتكم السفير 24 وعدد جديد من برنامجكم الأسبوعي سويعة سبور. نخصص فقراته للحديث عن تتويج المنتخب المغربي ببطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين وعن عودة عجلة البطولة الوطنية للدوران نهاية هذا الأسبوع، وأيضا عن أزمة الوداد الريادي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي. لمناقشة كل هذه المواضيع يحضر معي في الاستوديو الصحفي الرياضي محمد مفتاح. سي محمد مفتاح، مرحبا بك في سويعة سبور. مرحبا بك سي شعيب شداني، ومرحبا بكل المتابعين الكرام ديال السفير 24. المنتخب المغربي يتوج ببطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين للمرة الثانية على التوالي. محمد مفتاح، كيف يمكن استثمار هذا الإنجاز لتطوير كرة القدم الوطنية؟ فطبعا اللي تكلمنا على الفوز بالشان، فتحقق الأهم والمبتغى ديال كرة القدم الوطنية، لأنه ما كانش عندنا خيار إلا أننا نفوزوا باللقب. الآن خصنا نفكروا في المستقبل، واش غيبقى عندنا دائما الطموح أننا نفوزوا باللقب بغض النظر على نوعية اللاعبين اللي شاركوا في المسابقة؟ لأنه إلا شفنا اللاعبين اللي لعبوا هذا الشان هذا، فما كنظنش أنهم غيكونوا حاضرين أغلبية ديالهم في الشان المقبل. وبذلك كنعتقد أنه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من الآن خصها تستخلص الدروس وتعرف بأي طريقة يمكن أننا نشاركوا في الشان المقبل اللي ربما غادي يكون في الجزائر. فكنعتقد حال الوقت أننا نستثمروا هاد الشان بطريقة أخرى، نستفدوا من اللاعبين اللي مالا من القسم الوطني الثاني، لاعبين شباب من القسم الوطني الاول، وما نحاولوش نوقفوا البطوله. لان لما كنتكمل نتكلموا على الشان وتوقف البطوله 40 يوم، كنعتقد صعب جدا انك تعاود تبدا بنفس الريتم، وكنعرفوا انه ربما بعض اللاعبين يتقدروا يتصابوا لك وما الى ذلك. فالان فزنا باللقب طبعا مبروك، ولكن خصنا نفكروا في القادم وفي المستقبل، نحاولوا ما امكن اننا نوضع واحد الاستراتيجيه ديال العمل باش يمكن ان شاء الله نشاركوا في المسابقات ونطعموا بهذوك اللاعبين يكونوا لي ملف المنتخب حرف عليه. محمد مفتاح، المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين عزف احلى السيمفونيات في هذه المسابقه بقياده يعني رئيس الاوركسترا الحسين عموتة. ماذا يمكن أن تقول عن الحسين عموتة، عن شخصية هذا الرجل وعن تدبيره لمختلف مباريات التي أجرها المنتخب المغربي؟ إذا تكلمنا على الحسين عموتة، يمكن أنه دائما ذاك الشخص المشاكس العنيد اللي يمكن نقول أنه رغم كل الظروف والصعاب يفوز بالأهم وتحقيق الألقاب. فإلا تذكرنا المباراة الأولى أمام طوغو، كنعتقد أنه حتى واحد ما كان كيعتقد على أن المنتخب غيمشي بعيد في المسابقة رغم الفوز بهدف لصفر. المباراة الثانية أمام رواندا نفس الشيء، تعادل بدون أداء بدون نتيجة، خلات أنه التخوف نوعا ما يدخل النفوس ديال المغاربة بصفة عامة وكذلك حتى اللاعبين. عموتة بحال فهم انه راه حان الوقت بانه النمساوي اللي كنا شاهدناه ما كانش حاضر، وكنعرفوا العناد ديال عموتة، يعني الا خطأتي تحاسب في تلك الفتره. فعرف بانه خصو يعاود يسترجع اللاعبين المهمين، رجع النمساوي، كذلك الحفيظي اللي عطاه 15 دقيقه من بعد ولا يشارك في المباراه بشكل كامل، عرف كيفاش يدبر المباراة ديالو. المباراة أمام أوغندا أعطتنا الوجه الحقيقي للمنتخب الوطني المغربي، رغم ذلك كان تخوف بالنسبة للجمهور المغربي، ولكن كتحس أن عموتة كان واثق، وكان عندي حديث معاه مؤخرا فأكد لي على أنه الفوز بالشان لم يكن سهل، وكان ضغط رهيب وصعب تما. علاش؟ لأنه كيف قال هو أنه المنتخب الوطني المغربي مشى هو متوج باللقب هنا في المغرب، بغض النظر على لأن يمكن أنه كيقول لك وأدينا الشان النسخة الماضية، إيه ديناه طبعا مبروك المنتخب، ولكن رديناه في المغرب، تما مجموعة من الأمور متغيرة، راه الأجواء، راه الجو، راه الرطوبة، راه الطقس. في هذا السياق محمد مفتاح، دائما خلال مختلف مشاركات يعني المنتخبات الوطنية كنا نتحدث عن الأجواء الإفريقية، نتحدث عن يعني صعوبة التكيف مع مختلف طقوس يعني القارة السمراء. كيف استطاع الحسين عموتة أن يتغلب على كل هذه المعيقات؟
نرجع للتجربه اللي خداها عموته في المسار ديالو. عموته كنعقلوا انه فاز مع الوداد بعصبه الابطال، كان مساره كذلك حافل حتى في اسيا، راه فاز كذلك حتى مع الفتح، ومع الوداد راه كان في السوبر. نعم. كذلك دا البطوله، دا كاس العرش، دا كاس الكاف، يعني مجموعه من الالقاب اللي كتبين على ان هذا المدرب هذا عنده ما يكفي من انه يقود السفينه ديال كره القدم الوطنيه، وخاصه انه الا رجعتي للمسار ديال المنتخب راه كتلقى انه منتخب سجل 15 هدف، تسجلت عليه فقط 3 ديال الاهداف، خدنا تقريبا وقيلا 7 ديال الانذارات او 8، خدينا هداف عن طريق اللاعب رحيمي، احسن لاعب كناخذوه في كل مباراه، مره رحيمي، مره بمعمر، يعني مجموعه من الجوائز حصدها المنتخب في هذه النسخه هذه، اكيد انه الاقوى وكان مرشح، ولكن حتى على ارضيه الميدان راه كنا اننا حققنا نتائج ايجابيه، فزنا بخمسه بثلاثه وامام منتخب مالي اللي منتخب ليس بالسهل، فتمكننا اننا ننتصروا بالكرة الثابتة. يعني كقال حمود قال بانه ما لقيتش حلول في الاجنحة ونمر انني من الوسط، فلقيت حلول ديال انه الكرة الثابتة، وهذا كبير لان المدرب يشتغل وعنده كفاءة اللي كتخول لي انه يقود السفينة ديال كرة القدم الوطنية. طبعا الحسين عموتة يبقى يعني المدرب القاب. بالنسبة للاعبين، من هم يعني ابرز اللاعبين الذين تراهم احق بحمل قميص المنتخب الاول؟ صراحه كيبان لي صاحب نوعا ما الحديث على هذا الامر. علاش؟ لانه الا استثنينا ربما رحيمي اللي يمكن انه، علاش؟ لانه حتى العامل ديال السن ديالو كيشفع ليه انه يلعب في المنتخب ومازال يطور نفسه ويزيد لقدام. لاعبين اخرين متالقين مثل لاعب جبران، ولكن جبران ولا حفيظي، جبران نقدر نقول لك اه يلعب في المنتخب، مي حفيظي يمكن انه كثره الاصابات هي اللي خلات هذا اللاعب ما نشوفوش، لانه لون ما كانش يتصاب هذا اللاعب، وخاصه الاصابه اللي لحقات به في المباراه الشهيره ديال الرجاء والترجي اللي خلات انه ما نستمتعوش بهذا اللاعب، اللي قليل انه يكون عندك لاعب من الطينه ديال انه بتمريره يليميني لك دفاع كامل. فمثل هاد اللاعبين مهمين في كره القدم الوطنيه، ولكن عامل السن وعامل الاصابه، فكنعتقد انه ما نكونوش شويه عاطفين اكثر من القياس. كاينين باستثناء قلت انه رحيمي وكذلك جبران، فما كنعتقدش انه، مع الاحترام طبعا اللاعبين كلهم قدموا مستوى، ولكن لك ما كتجي كتكلم على المنتخب راه عندك مثلا بانون في الدفاع راه متالق مع الاهلي، عندك مجموعه من اللاعبين على مستوى جميع الخطوط، لا زياش لا نصيري لا بونو، يعني كتكلم على واحد التوليفه ممتازه جدا في المنتخب حاليا، وبذلك الان صعيب اننا نتكلموا على انه لاعبين كثار يمشيو للبطوله للمنتخب. عجلت البطوله الوطنيه في قسمها الاول تعود الى الدوران انطلاقا من السبت المقبل. محمد مفتاح، باي وجه ستعود البطوله الوطنيه في قسمها الاول؟ واكيد انه كنتمنى العوده تكون افضل، لانه صراحه البدايه كانت متالقه، كنا شفنا نتائج ايجابيه لمجموعه من الانديه، بعض الانديه عاشت نوعا ما تصدع على مستوى النتائج. هنا كنذكر فريق دفاع الحسني الجديد اللي لقى مشكل انه يحقق نتائج ايجابيه، كذلك فريق نهضه الزمامره، مجموعه من الانديه اللي عانت في الفتره الاولى من البطوله. الان هذه المده ديال تقريبا 40 يوم خلات ان مجموعه من الانديه ترمم الصفوف ديالها، مجموعه من المباريات الاعداديه اللي جرات، ولكن كنعتقد انه في ظل تواجد مجموعه من اللاعبين مع المنتخب المحلي، وخاصه كنذكروا الوداد والرجاء وبركان اللي لاعبين ديالهم كانوا بشكل كبير في المنتخب، فملي كتكون كتستعد وما عندكش 3 ولا 4 ديال اللاعبين، ف نوعا ما ولو انك كتستعد كتلقى ناقصك شي حاجه، وكنعتقد البطوله غترجع بشكل قوي، لانه مجموعه من الفرق قلت انها رمات الصفوف خاصه الانتدابات الاخيره، من بينها المغرب الفاسي اللي انتدب مجموعه من اللاعبين ابرزهم اللاعب الكحل اللي غير الاجواء من تطوان الى هناك، المغرب التطواني كذلك التعاقد ديالو مع اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي واللاعب السابق ديال المغرب التطواني، وكذلك نصير. الدفاع الحسني الجديدي كان عنده مشكل كبير على مستوى خط الدفاع، قدر يرمم الصفوف ديالو بعض المدافعين كخالد الغافولي وكذلك نجم الدين من الوداد، مجموعه من المتغيرات وقعت في البطوله، جلال الداودي اللي رجع للجيش الملكي، هذه كلها معطيات كتخلينا اننا
نتوقعوا ان البطوله غتكون صعبه هذا الموسم، وخاصه ان النقاط غتكون غاليه منذ الانطلاقه ديالها، في ظل انه الوداد والرجاء كنعتقد ان عندهم مسابقات قاريه، فباقي الفرق غتكون المباريات ديالها صعبه في البدايه. طبعا محمد مفتاح، على ذكر قطبي الكرة القدم الوطنية، الوداد الرياضي والرجاء الرياضي، الرجاء سيكون يعني في مواجهة فريق الجيش الملكي بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط الثلاثاء المقبل، في حين سيستقبل الوداد الرياضي كذلك الثلاثاء المقبل الفتح الرياضي. ماذا عن أزمة الوداد الرياضي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي؟ الصورة لم تتضح بعد، والقرار ثلاثي الأبعاد. قرار السلطات المغربية وأجهزة وشكليات مرتبطة بالتأشيرات، قرار الكاف وموقفها من الموضوع في حال تعذر إجراء المباراة، وكذلك القوة القاهرة حاضرة لدى الناديين معا في حال عدم إجراء هذه المباراة. محمد مفتاح، ماذا عن آخر المعطيات؟ كنعتقد انه حقيقه الامر صعب في ظل هذه الجائحه ديال وباء كورونا، ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى انه يرفع عنا هذا البلاء، لانه حقيقه عشنا نوعا ما وضع مضطرب، يعني الامور بزاف ما واضحاش. ولكن الامر ديال الفريق الجنوب افريقي لا اعتقد بانه سيكون صعب عليه انه يجي للمغرب، هي فقط في اعتقادي مناورات لا اقل ولا اكثر. طبعا كاين المشكل لا نقاش فيه، ولكن كنعتقد ان المباراه ستجرى في موعدها، ولا اعتقد انه سيكون هناك مشكل. يمكن انه طريقه لجسدنا بالطريقه ربما لبعثرت كذلك حتى الامور على مستوى التركيز والاستعداد ديال الفريق الوداد الرياضي اللي خصو يبقى جاهز المباراة حتى للدقيقة الأخيرة، بغض النظر على أنه يجي الخصم ولا ما يجيش. أنا ما فريق الوداد ما خصوش يفكر في هذا الأمر بتاتا، أنا اللي كيهمني هو أنه فريق الوداد يكون جاهز يوجد المباراة، وأكيد أنه لأن مهم جدا أن فريق الوداد الرياضي يواصل التألق ديالو في دوري الأبطال، على اعتبار أنه هو ممثل كرة القدم الوطني الوحيد في هذه المسابقة بعد المغادرة ديال الفريق الرجاء الرياضي اللي غادي يلعب الكاف. كنعتقد ان المباراه ستجرى في موعدها وبشكل عادي، وخاص يبقى التركيز حتى لاخر لحظه. محمد مفتاح، نفس الحاله يعني شهدها الاتحاد الاوروبي، اسبانيا كانت اعلنت رفض دخول تشيلسي لمواجهه اتلتيكو مدريد عن دوري ابطال اوروبا، وكذلك المان يونايتد لمواجهه سوسيداد عن اليوروبا ليج، وهي المباراة التي ستلعب في تورينو الإيطالية. كذلك ألمانيا أيضا رفضت دخول ليفربول لمواجهة لايبزيغ، وتقرر ترحيل المباراة صوب بودابست بالمجر بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا وتشديد القيود على الوافدين من بريطانيا. هل ممكن أن تتحدث عن إجراء المباراة في موعدها؟ لكن في حال عدم إجراء هذه المباراة، هل يمكن أن نعيش ما يعني ما عاشته يعني بعض الدول الأوروبية؟ ممكن، ولكن أنا لا أعتقد. علاش؟ لأنه دابا الكل يتحدث على الوداد، الوداد تستعد بشكل عادي إلا كانت هذه القوة القاهرة، الوداد ما عندها دخل. يمكن أنه حتى إلا كان لمشكل ممكن تلعب في مكان محايد، ولكن لا اعتقد انه حتى لهذه الدرجه. علاش؟ لانه الان يمكن انه دير تيست تعرف ان ما عندك والو، راه غادي تجي ما كاينش مشكل. دابا الاشكاليه هو علاش هاد الناس ما فكروش ولا ما فضلوش انهم يديروا التيست، ما عندهمش هاد الوباء، وخاصه السلاله الجديده اللي كيقول لك كورونا والسلاله المتحوره، ما مصابش بهذا الوباء، راه كتجي بشكل عادي. علاش انا غادي ندير كما نقولوا لا ونعرف؟ راه الامور واضحه، اي واحد كيبغي يسافر الان كاع راه كدير التيست، الا ما كانش عندك الوباء راه كتنقل بشكل عادي. وانا اعتقد هي زوبعه فقط من اجل التشويش، لا اعتقد ان المباراه لا تجرى، لانه حسب بعض المعطيات اللي كتروج الان ان المباراه ستجرى في موعدها وفي تاريخها المحدد، هي فقط مناورات من الخصم اللي بعثرت كيف قلت التركيز ديال فريق الوداد الرياضي لهذه المباراه دي، كيف
تفضل. الى اي حد يمكن يعني ان تؤثر يعني هذه التداعيات على نادي الوداد الرياضي؟ تاثير حيت حنا كنعرفوا بغينا ولا كرهنا ان اللاعبين عندهم علاقه وطيده بمواقع التواصل الاجتماعي، يمكن طبيعي انهم يدخلوا كيسمعوا الفريق يجي ما يجيش، حتى التركيز ديالك كيقل، حتى الاستعداد ديالك كيقل ما كتسمع على اليوم ما بقى والو للمباراه اللي غتجرى يوم السبت، وكتقولوا ودي راه يمكن يجيو يمكن ما يجيوش، حتى الطريقه باش كتستعد انت، وحنا كنعرفوا اللاعب المغربي هذا واقع انه يهتم بهذه الامور، فهي امور قلت على انهم يمكن بغاو يلعبوا عليه بهذه الطريقه بغض النظر على انه راه لا احد يجادل انه كاين الوباء، هذا موضوع اخر، ولكن يمكن انها بغات تناقش بهذه الطريقه من اجل انها غير التركيز ديال اللاعبين ديال الوداد ما يركزوش بالشكل الكافي، ولكن لا اعتقد ان الوداد الان عنده تركيبه بشريه متكامله، مدرب شيخ المدربين محترف عارف شنو كيدير، جرى مجموعه من المباريات الاعداديه، عرف المكان ديال القوه وديال الضعف ديال الفريق ديالو، يمكن تكلمنا اكثر من مره مشكل وحيد في الوداد هو في خط الدفاع خاصه بعد الاصابه ديال داري اللي الامور ديالو مازال ما واضحاش ونتمنوا ليه الشفاء العاجل، كومارا اللي الاداء ديالو يتراجع، فكنعتقد خط الدفاع هو اكبر مشكل عند الوداد هذا الموسم، هذا كيف الموسم الماضي للاسف كنا نتمنوا اننا نشوفوا الثنائيه ديال كومارا وداري من جديد، ولكن الاصابه ما خلاتناش نشوفوا هذا الموضوع هذا او هذا الامر هذا، على مستوى خط الوسط وخط الهجوم ففريق الوداد في المستوى العالي خاصه الانتدابات الاخيره وابرزها اللاعب وناجم، فكنعتقد انه لا خوف على مستوى الخط الامامي ديال الوداد، ولكن الدفاع هناك تساؤل ونقطه علامه استفهام كيفاش يمكن يعالجوا المدرب البنزرتي، علامه استفهام ستظل كذلك مطروحه بخصوص مباراه الوداد الرياضي وكايزر تشيفز، الرجاء الرياضي ايضا تنتظره مواجهه مهمه في مسابقة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أمام اتحاد المنستير التونسي، ماذا عن استعدادات الرجاء الرياضي محمد مفتاح؟ الرجاء الرياضي يمكن أنه في الآونة الأخيرة عاش ضغط رهيب من طرف الجماهير ديالو المتتبعين، خاصة الانتدابات اللي ما كانش حسب المتتبعين في المستوى اللي كيطمح ليه جمهور الرجاء، إضافة إلى بعض اللاعبين الشباب اللي غادروا الفريق بطريقه ما مرضاتش الجمهور او ما بانش الجمهور انها بهذيك الطريقه خصهم يمشيو اللاعبين، الاستعدادات كتمر بشكل عادي، كنعتقد انه كان مشكل وحيد هو ديال الحكم الجزائري الحلو اللي قاد المباراه ديال طونغيت اللي نهزم فيها فريق رجاء وغادر مسابقه دوري الابطال، تم تعيينه مره اخرى الا انه الضغط ديال الاداره ديال الرجاء فتم تغيير الحكم، ولكن بحكم جزائري المهدي عبيد الشارف. نعم انا ما فهمتش افريقيا كامله واش فيها غير الجزائر اللي غتحكم هذه المباراه هذه او الحكام الجزائريين هما اللي كاينين اكثر من 50 دوله افريقيه، بالضبط نحيدوا حكم جزائري وردوا حكم جزائري بغض النظر على تلك القضيه لحنا والجزائر، ما عندنا ما كنتكلموش على الامور الاخرى، أو الجزائر بشكل عادي إحنا خوت، ولكن في الرياضة حكم جزائري حضر المباراة ساهم بطريقة أو بأخرى في إقصاء الرجاء الرياضي من المسابقة، كان واضح أنه ما جيش تعيين لي حكم جزائري، يعني لا نقاش ولا جدال فيه، بعض الأمور في الكاف للأسف غير مفهومة، نتمنوا أن مثل هذه الأمور ما نبقاوش نشاهدوها، ولكن فريق الرجاء الرياضي مطالب لأنه يحقق نتيجة إيجابية هنا في مركب محمد الخامس قبل مباراة العودة، لأنه في دور الملحق قبل ما يدوز الدور المقبل، مغادرته لدوري الأبطال أصبحت من المفروض على أنه يمشي بعيد في هذه المسابقة ديال الكاف ويفوز باللقب، لأن عنده من الإمكانيات ما يكفي، وخاصة شفنا التألق ديال اللاعبين ديالو في الشان، تكلمنا على أن الزنيتي خدا احسن لاعب في المباراه الاخيره، كذلك حافظين للمايسترو اللي يمكن انه مجموعه من التمريرات الحاسمه في المنتخب، رحيمي نقدر نقول لك العمله النادره ولا الان اصبح هو النجم رقم واحد في الرجاء، هذه كلها معطيات خلت انه الجمهور ديال فريق الرجاء الرياضي اصبح انه يطلب الفريق يمشي بعيد في هذه المسابقة، وخاصة انه امامك مسابقة اخرى ديال نهائي كأس محمد السادس لأندية الابطال، ف
فريق رجاء الرياضي أصبح الآن مطالب أنه يحقق نتائج إيجابية حتى يفوز باللقب. لا خيار أمامه إلا هذا إن أراد دائما أن يلقى دعم ومساندة من العشاق ديالو. متمنياتنا بالتوفيق لقطبي كرة القدم الوطنية الرجاء الرياضي والوداد الرياضي في مختلف المسابقات الإفريقية. على ذكر تحكيم محمد مفتاح الحكام المغاربة سمير قزاز، عادل زوراق، زكريا البرنسي ومصطفى أكركاد أبلوا البلاء الحسن في بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين وختموها بإشادة من قبل لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي. متمنياتنا كذلك بالتوفيق لجميع الحكام المغاربة. وصلنا إلى نقطة نهاية عدد اليوم من برنامجكم سوعة سبور. شكرا محمد مفتاح لحضورك ضيفا على برنامج سوعة سبور. شكرا سي شعيب، واكيد انا جد سعيد انني نكون معك في البرنامج ومزيد من التالق والتوفيق ان شاء الله. بارك الله فيك. الشكر موصول اليكم ايضا مشاهدينا، الى ان يتجدد اللقاء بكم في عدد قادم. دمتم في رعاية الله، الى اللقاء.